يلا يلا شو عم تعملوا يا ولاد؟ تشيكن وينج. عم تعمل وينجز؟ يلا هيك هيك يلا كله بالطحين هيك هيك ها يلا جد يلا ونايا شو بدها تعمل؟ انت شو عم تعمل هلا يا جاد؟ عم تفركهم بالطحين؟ ما هيك؟ عم تفركهم بالطحين مزبوط؟ ياي شو بدهم يطلعوا طيبين، بعد الطحين شو بنحطهم وين؟ هذا شو هيدا؟ بدنا نحطهم بالبيض، يلا تعال نحطهم بالبيض. نحطهم بالبيض. ايه وبعد البيض وين بدهم نحطهم يا نايا؟ بالكعك. نرجع بنحط هيك بالبيض مزبوط؟ نرجع من بعد ما نخلصهم بنحطهم بالكعك. نايا هي بدها تحطهم بالكعك. بالكعك ما هيك؟ يلا نايا بلشي حطي عليهم كعك تنشوفوا كيف بنحط عليهم كعك مزبوط. ايه رجع بحط اكيد كله حط هون بالبيض. ايه نايا كله بالكعك هيك ملته كله هيك بالكعك مزبوط مزبوط من بعض البيض. وفي هوني في آدو كمان. شو عم يعمل آدو؟ نرجع منشيلهم منحطهم هيك منظرهم بشهي. ايه ليك شو منظرهم شو بشهي يا ويلي يا ويلي انت منشيلهم من هون منحطهم هون عند نايا. ايه وشو عم يعمل آدو؟ خليهم عندي بالكعك يا نايا انا بشيلهم. شو عم يعمل هون؟ نايا ما تشيليهم بالكعك انا بشيلهم. هندلهم مزبوط بالكعك. ما هيك؟ قد انت هون بالبيت بصيروا ايديك كلهم بيض مع الطحين معنا. نرجع بنحط هول اللي باقيين هولي على بكره عم نحضرهم للغدا. بدنا نتغدانهم؟ ايه بدنا نتغداهم على بكره. هيدي قعدة البيت تخلي الاولاد يتسلوا. ايه بعد فين انا مو؟ ايه لك شو عم يحكي ادم؟ شو عم يحكي ادم؟ ادم عم يصرخ ويقول لكم عم يضحك. واو منظرهم بشهي. برافو نايا برافو جاد برافو نايا وجاد. يا ويلي يا ويلي يلا هوني بالبيض يا جاد. عادو جيعان بده ياكل جواني. لك يا جاد لك يا عادو صوص باربيكيو باربيكيو صوص بس نعملهم لك اياهم على الظهر ونحط لهم باربيكيو صوص. يلا نحن هلا على وشك انهم يخلصوا. خلينا نشيل الطحين مثلا خلصنا منه الطحين. لا ما بدنا نرجع نعمل بدنا نرجع نعمل بدي اقص لك جوانحك لانه ما بقى في جوانح غير. برافو نايا عم تعملهم منيح بالكعك. وهيك هون انتبهي على كمك يا نايا اهم شيء النظافة بالاكل. يا حبيبي رح نعملها وين فنان. اول شيء حطيناهم بالطحين بعد
بعدين بالبيت بعدين بالكعك. بكرة بنعملهم ونفرجيكم نيمون. يلا باي. بعد ما عملنا البانيه سخنا الزيت منيح ولايكو كيف عملنا طلعوا طيبين. يامي. يلا باي.